السلام عليكم، كديرين؟ لاباس؟ شباركم؟ صحة لاباس؟ تعاودوا أموركم بخير. نتمنى تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الطويجين غزال ولذيذ. تنتمنى بأنه تفرجوا في الفيديو إلى الأخير باش تشوفوا المكونات، تيطلع غزال. اللحم ديال البقري عندي هنايا محمص فازك والبصلة والزبيب والقرفة، هادشي اللي باش يتخدم هاد الطاجين. وصراحه انا ديجا جربته طاح غزال، وقلت علاش لا باش نشاركوش معكم. تنتمنى بانه تفرجوا في هاد الفيديو يعجبكم، ولا يعجبكم ما تنساونيش في اللايك. كما تشوفوا البنات، هنايا عندي شويه ديال اللحم، اللحم على قد الاستطاعة ديال الانسان. تندير هنايا شويه ديال اللحم ديال البقري، هنا عندي البقري، وهنا عندي الزبيب. انا اخترت هاد الزبيب الكبير البنات، غزال تيجي في المرقة غزال. هاد الكحل هذا الكبير هذا هنايا، هنا عندي واحد تقريبا شي كاس هاكا كبير ديال الحمص مفرك، ماعرفتش يقولو تفرك ولا ماعرف. وعندي هنا شويه ديال المعدنوس خرجتهم من الفريكو، ما عنديش طري. وهنايا عندي جوج بصلات، هنا درتهم قطايا طوالين البنات كما تيبان ليكم. نبداو على بركة الله. والعطرية عندي هنايا، هنا عندي شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعفران هرق، راس الملقه ديال التحميره، وسكينجبير، وهنايا باش مننساش قرفة عوالية درت التقطرات اللي خصنتها. انا فضلت هذه باش ما تديرليش اللون، صافاش داك اللون هكايا مداير. ممكن نديرو العطرية ديالنا، ندير واحد كاس ديال الماء في خطرة، ندير فيه هاد اللحم هذا، نسيت الملحة، الملحة يا البنات، الملحة على قد حسب الطوق وصافي. تقولي يا البنات هاد الطاجين تيجي معسل فن، روعة روعة روعة. هاد الطاجين عجبني أنا، وقلت اليوم نشاركو معاكم إن شاء الله. نحاول نخلي ديك العطرية كاملة تذوب مع داك الما وتدخل في اللحم. نسيت صراحة التومة، قلت زعما نوجد بكري أي حاجة. أي التومة البنات اللي تشاركتها معاكم في التلاجة قربت تسالى ليا. عمرت هادو جوج قراعي، راه غادي دابا شي 8 شهور هادي واقيلا ولا 7 شهور، ما تتخسر ما والو. اللي عندو التومة كتيرة ديرها في شي بواطا ديال بلاستيك بحال هكايا وديرها في التلاجة. انا راه تسالات ليا البواطا الاولى، وهي التانية هي بقات ليا منها شوية. راه ديجا ذكرتها في واحد الفيديو، هي راه 8 شهور والله الا انتي باقا، ها ما تتخسر، ما تتغمال، ما تتخوى من الوسط، ما حتى شي حاجه. حتى تريس ديال الثومه نديرو هنايا. ديجا جربتو بهاد البوكله هادي، ديجا جربتها بالدجاج. المرة تخليني ندير شويه ديال اللحم، حتى ما عزيزش عليا مرتاح بزاف. ندير هاديك العطرية هاكا ونحركوها مزيان مع الطريف ديال الدجاج لي عندنا. هنا غادي نخلع هاد البصيلة هادي ديالي من الفوق ديال الطويجين. صراحة كنت غنشعل عليه الفاخر ساعة عكست، نشعل الفاخر كنحاولو ندير كوريا. وتندير هاد الحمص، تندير كلشي في خطرة
نحاول نسرحو حتى يجي كامل، انت يكون هذا تتبقى تنقي هاد الحمص هذا راه تيبقى يطيب دغيا، تيطيب هو اللحم كيف كيف. ما درتو غير مع الدجاج وطاب ليا دغيا. هنا عندي الزبيب راني غاسلاه، ندير الزبيب حتى الزبيب تيعطي واحد الدغزال لهاد الطويجين. انا صراحة درت واحد البطاطا اللي عندو الدراري غير عذرني والله، درت واحد البطاطا على اساس بنتي تبغي البطاطا، انا غا وحيدة اللي درتها نحاول نديرها لها هكايا متبغيش تاكل ليا الزبيب. وهذا واحد نص مطيشه، ما درتش مطيشه كامله، درت واحد النص ولكن راه نص كبير ماشي. تنديرو داك الهويد ديال القرفه وملي تتمرق لنا هكايا هذا تنبقاو نهزو تنبقاو نسقيو فيه كاع. هنا عندي شويه ديال المعدنوس راه هو الكونجلي، ما عنديش طري، المرة شريت بزاف وصايبتو كامل ودرتو في الكونجيلاتور. هدا هو الطويجين ديالي، ندير ردو يطيب. هنا عندي الزيت البلدية، عندي شوية الزيت البلدية من الفوق. هذا كنت تقولوا كاع هاد الشيء راه تيطفو بزاف، راه طيرات تنزل ليا هاد القريعه. تقولوا لي علاش غديري القفاله ديال الطين؟ صراحه بغيت ندير ديال الطين نشعل عليه الفاخر، الساعه عكس على الفاخر، غنسد عليه بهذا. ولكن ملي تيكون تيطيب راه تيطلق الريحه ديال الطين. هنايا هنا عندي هذا راه التقدا ديال هذا، هو المهم افكار وصف ان شاء الله نبوها. من شفت معكم اليوم ديالي لا والو، كليت شويه مع الزنجلان. شكون البنات اللي توجد رمضان؟ اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله. ناخذ هنايا الجنجلان راني غربلتو مزيان، هكدا غسلتو ودرتو تنشف ودخلتو للفران، خليت الفران تاخر حيت تما واحد الكيكة، ودخلتو بجوج لاطات تنشف ليا مزيان. ودابا وغربلتو مزيان بهاد الصفاية ديال هاديك الصفاية هكايا الكبيرة. دابا غنبدا ان شاء الله ننقي في الزنجلان. يالله رمضان قريب ان شاء الله، يالله البنات نوجدو رمضان ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان. ونخليكم ان شاء الله تالطاجين تيطيب ونشاركو معكم ان شاء الله. حبيباتي الطاجين ديالي تيطيب، شوفو معسل، نحاول ندير ديك المريقة كاملة نكرش نغطي بيها هكا باش تديك الخضرة من الفوق بحال البطاطا بحال. هذا الزبيب اللي من فوق هكايا نسقيو ديك المريقة، واحد الريحة ما شريتكم هاد العود ديال القرفة حطيتو لتحت باش يطلق الريحة هكايا النكهة ديالو. راه مازال ما طابش، نحاول نبس عليه البوطا بزاف. زيد نقص عليه هاد الشبوطه دابا، خليته بحال هكا هكايا، خليه يطيب على المهل، نعاود نرجع معاكم تيطيب ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الطاجين ديالي. الريحه غزاله،
الطاجين الملقب بالطين. ضحكوا عليا البنات، يلاه خليكم معايا. الطاجين ديالي راه وجد، عطيت عليه دابا بغيت ندوز هكا باش نحطو مع السلش والمريقه. ما شاء الله كاين السله ناشف، ماشي شي ما خليتش فيه الماء بزاف. هذا الحمص راه ولا مخ. المهم كلشي راه طاب الحمد لله، مرحبا بكم. المريقه كاين السله البنات، وليت توحم تسمح لينا صراحه نديرو الذنوب والله. ومرحبا بكم، ولا عجبكم الطاجين هذا ما تنساوش ديروا لي اللي يجي. شكرا بزاف وتشكركم بزاف. يلا الى فيديو مقبل ان شاء الله. تنتمنى بانكم تجربوا هذا الطاجين، راه تيجي لذيذ وغزال والله.